عندنا خبر اجتماع جديد بشأن خلافات صد النهضة في القاهرة بالاثنين. تستضيف القاهرة الاثنين المقبل اجتماعا جديدا بشأن صد النهضة على مستوى وزارة الري والموارد المائية لكل من السودان ومصر وإثيوبيا. ويغادر وزير الري والموارد المائية ياسر عباس اليوم الأحد إلى القاهرة على رأس وفد السودان المشارك في الاجتماع الذي يستمر يومين. تبقت 3 اجتماعات فقط للدول الثلاثة في سد النهضة، يا إما يصلوا إلى اتفاق كامل يا يرفعوا الأمر لجهات أعلى. جهات أعلى هي رؤساء الدول. لو تذكروا في الخرطوم على عهد النظام السابق كان في اجتماع ثلاثي فيه 3 رؤساء، رئيس وزراء أثيوبيا السابق مش الموجود حاليا، والرئيس المصري السيسي، والرئيس السابق للسودان عمر البشير، وديل شهدوا على التوقيع بتاع الإعلان المبادئ بتاع العمل بتاع صد النهضة. بعد ذاك تركوا العمل لوزراء الري ووزراء الخارجية ومديري أجهزة الأمن والمخابرات في 3 دول، وعقدوا سلسلة من الاجتماعات، وكان الهدف إنه الناس تمشي في تنفيذ الاتفاق ده إلى نهاياته، ولو حصل لهم أي إشكال في تنفيذ الاتفاق أو هم ما توصلوا تاني يدعو إلى الرؤساء. الآن تبقت 3 اجتماعات، اجتماع في القاهرة أسل حيمشوليه ودية، اجتماع في الخرطوم، واجتماع في أديس أبابا. الاجتماعات دي مفروض نهايتها تكون 15 يناير الليل القادم. نعم. يعني بعد أسبوعين. لا 15 يناير. نعم. مش ما 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 ديسمبر. لا ما ديسمبر. شهر ونص. شهر ونص. يعني بعد شهر ونص آخر اجتماع مفروض يكون في 15 يناير. نعم. يا إما هم كوزراء ري وصلوا لاتفاق نهائي وبعد كده يمشوا إلى قدام، يا إما بعد كده اجتماعات هم كأجهزة فنية انتهت يدعوا الرؤساء عشان يشوفوا كيف ممكن يعالجوا القضية دي. الخلافات الآن واضحة جدا في حاجتين، في السعة بتاعت ملأ السد اللي ما عارفين السعة، في ناس بيتكلموا عن 3 مليار متر مكعب في السنة وناس عن 7 و8، وبعد ذاك في الطاقة التخزينية لما بعد السد والفك وتشغيله. ودي أفتكر مسائل فنية، يعني حقه كان طيلة الاجتماعات الفاتت دي الناس تكون درست الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأضرار الممكن تحصل لأي من الدول الثلاثة والفوائد التي يمكن أن تجنى من ناحية فنية ما من ناحية سياسية. لأن نحن نتكلم الآن وأثيوبيا بتقول إنه والله هي عبرت خلاص، مشت أكثر من كم 70% في السد، وبعد كده تبقت أشياء فنية. فأنا أتمنى إنه الوزراء الثلاثة يعني يراعوا مصالح 3 دول. وفي طبعا الآن زي تخوف مصري كبير جدا، وأنا تابعت أكثر من 3 برامج عندهم في القنوات المصرية بيتكلموا عن الخطورة الممكن يسببها ليهم حجز المياه في سد النهضة، وتتضرر منه عشرات أو مئات الأفدنة في مصر. دي رسالة تطمينية بواقع عملي، شنو الكمية الممكن تطلع، مصر بتصلها كيف، كمية التبخر شنو، وإلى الآخر. أنا أتمنى أنه 3 اجتماعات دي تفضي إلى نتائج أنه المصلحة تكون للثلاثة دول بدون ما تكون خصما على أي من الدول الثلاث.